العلامة الكاملة في الدورة الحادية والعشرين لمعرض نظرة الكتاب كانت وفق المتابعين لفعالياته للمدارس التي خصت تلاميذها برحلات ترفيهية ومعرفية إليها، وللعائلات التي شجعت ورافقت، وللأطفال الذين شاركوا بحماس وشغف في جميع الورشات كورشة المطالعة. المطالعة تزيدني أنا معدل في الإنتاج، تجعلك تعرف تعبر وتعرف تقرأ، زدني النشاط وإثراء اللغوي. أنا مشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي وقد وصلت إلى نصف النهائي، وطموحاتي أن أصل إلى دبي وأفوز. العائلة عندما تأخذ ابنها إلى المعرض ديجا حاجة باهية، كي توصلوا إلى المعرض وتحطوا في فضاء كله كتب تشجعوا برشا. العائلة عندها في ذهنها حاجة اسمها معرض بنزارة الكتاب اللي معناتها يبرمجوا لها ويكونوا حاضرين باش يقتنيوا الكتب للأطفال. اللقاءات الفكرية وتوقيع الكتب فقرة لاقت استحسان الزوار لما تتيح من نقاشات فكرية ومعرفية. أجدها كتاب شبان مازال في الخطوات الأولى للكتابة منقوصة لعدم إدراج مؤلفاتهم فيها. جهة بنزرة تزخر بالكتاب، وهناك عدة أعلام يقع التعريف بهم ويعملوا إهداء للكتب نتاعهم خلال هذه المعرض، ويروجون أكثر الكتاب والثقافة في جهة بنزرت. أنا ككاتبة شابة وبنت الجهة مضابية كان معناها كتابي يكون موجود بالمعرض، أنه تكون مشاركتنا في الندوات الثقافية اللي تصير فيه بتعريف بالكتاب. نحن بحاجة أنه الشباب يرجع للكتاب، وما أفضل الصديق اللي هو الكتاب، رفيق الدروب. رفيق درب عرف عرسه هذه السنة بعض النقائص استعرض عدد منها زوار ومنظمون. البرامج الموجهة للشباب واليافعين اللي نسبيا كانت ناقصة، كيف كيف عندنا برنامجنا اللي ننفتحه على محيطنا وعلى الفئات الأخرى الخصوصية وغيرها، فقرات إذا برمجت ولم تنفذ نظرا لضيق الوقت. ما تزامنش مع العطلة، والعطلة كانت تشجع برشا عدد الزوار وعدد المبيعات والتسوق. تحسين جمالية المكان لاحتضان الكتاب معلم البشرية ومغذي فكرها، نقطة سيتم العمل عليها خلال الدورات القادمة وفق منظمي الدورة 21 لمعرض بنزرت للكتاب.